مسرح فتح ذراعيه ليكون بوابة لتسوية مفهوم المرض النفسي لدى سكان قطاع غزة. تبادل الممثلون والممثلات طرح قصص لحالات أصابتها أمراض نفسية بأسباب عدة يعاني منها سكان القطاع. دوري في المسرحية سامح. سامح هو مريض نفسي معاه رهاب مجتمعي من ضغط المجتمع عليه ومن الأولاد الحارة ومن أبوه بعنفه كتير، فعشان هيك صار معاه رهاب مجتمعي. الرسالة اللي بوصلها للناس أنه المريض النفسي ممكن يتعالج زيه زي أي مرض. أنا ماخدة شخصية هيام. هيام بتعاني من اكتئاب شاد بعد ما أبوها توفى، فبتعيش اضطرابات نفسية وأزمات نفسية، بتحتاج أنه الأهل يوقفوا جنبها، بس للأسف إمها وأخواتها ما بيوقفوا جنبها، فبيزيد معها الاكتئاب، بتتقرر أنها تنتحر، وبآخر لحظة إمها بتلحقها. الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية كلها مدعاة لأمراض نفسية تصيب الكبار والصغار، فتحاول هذه المسرحية أن تعالج بعض المفاهيم الخاطئة حول المرض النفسي. هذه المسرحية تحديدا بتستعرض أكثر من مشكلة وأكثر من قضية ذات علاقة بالطابع النفسي. على سبيل المثال العدوان الأخير على قطاع غزة وما وأثاره اللي انتابت كثير من فئات الشعب، من الأطفال من النساء، يعني كلهم أصبح عندهم أزمات نفسية من 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 من, من قسوة هذا العدوان. بنتحدث عن التربية، بنتحدث عن علاقة الأب بابنه، إلى أي مدى أحيانا بكون جائر في تربيته. العرض الأول لمسرحية حكايتنا تنفذها جمعية أصدقاء الصحة النفسية بشراكة مع مابي يوكي. في الآونة الأخيرة يعني بسبب الضغوط النفسية التي يعيشها مجتمعنا في قطاع غزة بات توظيف الفن والفنون أحد يعني أساليب الصحة النفسية في تخفيف الضغوط الحياتية للمجتمع الفلسطيني. مسرحية حكاياتنا سلطت الضوء على الانعكاسات النفسية للأزمات والحروب في غزة، محاولة لفت الأنظار لأهمية علاج المرض النفسي الذي لا يختلف في علاجه عن أي مرض عضوي. محمد بن موسى الغد، غزة، فلسطين.